السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في Unit 2 Functions of Bank. إيش هي الوظائف الأساسية للبنوك؟ هنقسمها لجزئين أساسيين Primary Functions of Bank، وحنتطرق في الجزئية الثانية عن Secondary Functions of Bank أساسية وثانوية أو فرعية. Primary Functions بشكل أساسي Accepting Deposits، يقبل بالإيداعات من خلال هذه الأنواع من إيش من الحسابات. وبعد ما يقبل الإيداعات بنكون انتقلنا للنقطة الثانية، وهي من هذه الإيداعات بده يقوم بإيش إعطاء القروض وإعطاء الأنواع المختلفة من السلف. والنقطة الثانية راح تكون secondary functions of bank، حنتطرق فيها للإيجنسي functions وللutility functions. هذا الكلام برضو هذا من خلال هذا الفقرة موضح الـ functions of bank، primary functions و secondary functions. الـ primary functions accepting a deposit، ومنها راح يعمل granting للـ loans والـ advances. والـ secondary functions حنتطرق فيها للـ agency functions ولل يمين ولل utility functions. تعالوا ناخذ هذا الجزئية الآن، هذا الجزء اللي نبدأ فيه الآن. By my functions accepting deposits، أول حساب عنا هو الـ saving deposits. بعدين حنتطرق للـ fixed deposits والـ current deposits والـ recurring deposits. تعالوا ناخذ أول حساب وهو الـ saving deposits. يعني البنك في النهاية مهمته الأساسية يقبل إيداع الأموال. إيداع الأموال بيتم من خلال هذه الأنواع من الحسابات. تعالوا ناخذ الحساب الأول وهو الـ saving deposits. Saving deposits. A saving account is a financial account at a depository institution such as bank that pays interest on money that is saved. يعني هو في النهاية هو حساب الادخار، أحد أنواع الحسابات المالية اللي بتعامل فيها البنك. الأماكن بتم إيداع الأموال فيها على سبيل المثال البنك، بيعطي مقابل حساب الادخار interest. يعني إذا رحت أنا فتحت حساب ادخار بألف دولار ممكن يعطينا 10% interest على هذا الحساب، فبالتالي في interest على saving deposit حتى يشجع الناس المهمة يفتحوا حسابات ادخار ويودعوا الأموال الفائضة عن حاجتهم في داخل البنوك. Saving accounts typically have modest interest rate that are lower than rates offered by fixed term deposits. طبعا يعني نسبة الانترست هي نسبة بسيطة، ما مش نسبة كبيرة، هي أقل من الحسابات الثانية زي الحسابات الفيكست تيرم ديبوزيتس. الحسابات الثابتة بتكون نسبة الانترست عليها أعلى من مين؟ من الانترست على السيفينج أكاونت. سيفينج أكاونت is a basic financial tool that is considered as a part of any investment and savings strategy. في النهاية عنا السيفنج اكاونت من الحسابات المهمة ومن الأدوات المالية المهمة واللي تعتبر جزء أساسي في أي عمليات استثمار، في أي عمليات حفظ لهذه الأموال، في أي استراتيجيات استثمارية وحفظ الأموال بيكون جزء أساسي منها. فبالتالي السيفنج اكاونت من أحد أهم الحسابات اللي بتتعامل فيها البنوك. Who can open saving bank account؟ مين ممكن يفتح هذا الحساب؟ ثلاث أنواع. الانديفيديوال باسمك أو باسمها سواء كانت ميل أو فيميل. Minor under the representation of his or her guardian، يعني الناس اللي بسنهم قاصر ولكن تحت إشراف مين؟
تحت إشراف ولي الأمر لهذا القاصر أو لهذه القاصرة ممكن يتم فتح حساب بإشراف ولي الأمر. ممكن أيضا يتم فتح الحساب بشكل jointly with any other person. يعني أنا بدي أفتح الحساب بالشراكة مع شخص آخر، بفكر هيك أنا وياه قبل 5 سنوات لو وفرنا لنا 25,000 دولار مع بعض، إنه بعد هيك ممكن إحنا نفتح مؤسسة أو شركة ما، فممكن أنا وياه نروح ونفتح حساب توفير مشترك من أجل هذه الغاية، أو من أجل مين؟ من أجل هذا الهدف. طب إيش المزايا للسيفينج بانك أكاونت؟ يعني حساب الادخار هذا إيش المزايا؟ ليش أنا بتشجع إن أنا أروح أفتح مثل هيك حساب؟ من المزايا encourage savings habit among salary earners and others who have fixed income. يعني أول فائدة إله ومن الحاجات المهمة لهذا الحساب إنه بيعلم الناس عادة الادخار، بالذات مين؟ بالذات الناس اللي عندهم دخل ثابت ودخل مستمر، فالواحد ما يصرف ولا ينفق كل ما يأتي من الدخل. يعني دائما يعني زي ما قلت المثل، حاول انك انت تحفظ قرشك الابيض ليومك الاسود، بمعنى انك انت حاول دائما انك انت تدخر جزء من هذا الدخل للايام الصعبه ممكن تمر عليك بعدين. من ضمن الشغلات والمزايا ايضا الهامه it enables the depositor to earn income by way of interest. يعني اللي بيودع بيستفيد انه ايش؟ بياخد انترست. طب هذا الانترست، الفايده اللي انا باخدها لما انا اودع اللي مثلا 1000 دولار في حسابي في البنك، بس يعتبر هذا اصبح نوع من الانكم الي، نوع من الدخل الي، فبالتالي بيصير في عندي مصدر دخل اخر انا بقدر استفيد منه. ايضا من ضمن الشغلات الادفانتج والمزايا الحلوه في هذا الحساب، it helps the depositor to make payment by way of checks. يعني عندي حساب ادخار ممكن انا اصدر شيكات بناء على هذا الحساب، فبالتالي بقدر انا اصير ادفع دفعات من خلال شيكات من خلال هذا الحساب، فبالتالي هي عندي صار مرونة في التعامل وفي إجراء معاملاتي مع الآخرين. أيضا من ضمن المزايا الهامة اللي بيعطيني إياها هذا الحساب، The bank offers number of services، مجموعة من الخدمات عادة اللي ممكن أستفيد منها بسبب هذا الحساب للناس اللي معهم هذا الحساب. يعني لو احنا مثلا قلنا مثلا هنا خلينا نروح نشوف ايش الفوائد اللي ممكن الواحد يستفيد منها من الحسابات الادخار في فلسطين مثلا. مثلا فوائد حسابات الادخار في غزة، هاي مثلا لو قلنا هاي بنك فلسطين، هاي في البنك الوطني، في البنك الوطني الإسلامي، يعني مثلا أنا بنك فلسطين. من ضمن المزايا برنامج حساب التوفير، هاي من ضمن المزايا اللي أنا بستفيدها أيضا، الاستفادة من الجوائز المميزة اللي بقدمها البنك، بتساعد في عملية التخطيط وإدارة ماله بشكل أكثر فعالية. الاستفادة من شبكة الفروع، إمكانية فتح الحساب بأي مبلغ، إمكانية تحويل المال بين الحساب الجاري وحساب التوفير، ممكن الحصول على بطاقة ائتمان وفيزا ماستر كارد أو بطاقة تقسيط، فبالتالي هذه كلها من ضمن المزايا اللي ممكن أنا أستفيد منها لما أفتح مين؟ لما أفتح حساب التوفير. ايضا في عنا هنا البنك الايش؟ البنك الوطني. البنك الوطني هي في عنا مجموعه من المميزات ممكن استفيد منها في فتح حساب التوفير، ممكن تطلع عليها، ولكن في النهايه هي متشابهه مع بعضها البعض. البنك الوطني الاسلامي هي مثلا عنا الحساب ودائع التوفير مثلا،
في عنا مجموعة من المزايا اللي أنا ممكن أن أستفيد أيضا منها. أوكي، إيش البروسيجر طيب عشان أفتح هذا الحساب؟ يعني إيش الخطوات؟ أنا بدي أفتح حساب توفير في أحد البنوك، إيش لازم أعمل؟ إيش أسوي؟ أول حاجة بدنا نعملها fill up prescribed application form. Person interested in opening an account with any particular bank has to fill up a prescribed form. يعني أول حاجة بدي أنا أملأ نموذج، في نموذج أنا بدي أعبيه. يعني زي مثلا في الكلية، لما أنتوا جيتوا قدمتوا للكلية عبيتوا طلب، الطلب هذا من خلاله بيعرف الواحد مين هذا الشخص اللي هو جاي بده يفتح الحساب. يعني في الطلب احنا بنلاحظ ايش؟ في المعلومات الأساسية، في النيم الفيرست والميدل واللاست نيم، في عنا الجندر ميل ولا فيميل، في عنا الادرس، معلومات التواصل بشكل عام، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، ماريد ولا سنجل. فبالتالي هذه كلها معلومات أساسية أنا لازم أعبيها في النموذج اللي جاهز اللي بيكون موجود عند البنك اللي بيعطيني إياه. لازم في الأول أعبي كل بياناتي بشكل كامل وبشكل واضح عشان أبدأ أفتح الحساب. طيب The form generally requires some personal طبعا و professional information to be filled، زي ما شفنا من شوية، اسمك الشخصي، تاريخ ميلادك، العنوان إلى آخره. Can also open a person can also open a joint savings account with anyone. طبعا زي ما حكينا ممكن الواحد يفتح حساب بالاشتراك مع شخص آخر. طيب عبينا الفورم، بدنا نسلم الفورم، deposit the form submitted to along with the required document to the concerned officer and he checks the form. Required documents are generally address, proof, income, age, etc. of the customer. عبيت النموذج، عبيت البيانات اللي في النموذج، بسلم هذا النموذج للموظف البنك. موظف البنك بيروح بتأكد من البيانات، وبالذات بتأكد من المرفقات. لازم يكون من ضمن المرفقات شيء يثبت صحة العنوان، يعني وصل كهرباء مثلاً، وصل مية، تثبت صحة العنوان، تثبت الدخل إذا في استباق راتب عشان تثبت الدخل، صورة عن الهوية، تثبت الإيج، وهكذا. لابد من وجود مجموعة من المرفقات مع هذا النموذج بيتم تقديمها للموظف حتى يتأكد من صحة البيانات اللي على النموذج اللي عبيناه من شوية، ويتأكد إنه المرفقات كلها أيضا موجودة من ضمن مين هذا النموذج. تبدأ الآن عملية فتح الحساب opening account. Requisite person has to deposit a minimum amount of cash balance in his account and he got his account opened with that particular sum of money. اللي هو اللي ها يبقى أول لما أجي أفتح الحساب لازم يكون في عندي حد أدنى مبلغ من المال أحطه في هذا الحساب، لأنه هذا حساب توفير. يعني لازم يكون في عندك حد أدنى مثلا $100 تحطه في حساب هذا التوفير. طبعا هذا الحد الأدنى من المبلغ بيختلف من بنك إلى آخر، ولكن عادة ما بيبقى مبلغ كبير حتى يشجعوا الناس في أنهم يفتحوا حسابات التوفير بشكل عام. This amount is called minimum balance. هذا المبلغ اللي انت لازم تحطه اول ما تفتح الحساب اسمه minimum balance، هذا الحد الادنى، المبلغ الحد الادنى. This amount is generally of $100 in some banks. تمام، يعني عادة ممكن يكون $100 كحد ادنى، لكن زي ما حكينا احنا في البنوك المحلية الفلسطينية هذا المبلغ بيكون مبلغ بسيط وبيختلف من حساب إلى آخر، لكن هم ما بيحطوا شروط معقدة على الحد الأدنى حتى يسرع عملية فتح الحسابات للمواطنين بشكل عام. الستودنتس ممكن ما يحطوش ولا حاجة، ممكن هو يبدأ حساب توفير ولا إشي، بعد هيك طبعا بصير بشكل شهري
انه يحاول يودع جزء او مبلغ معين من المال في مين في هذا الحساب. This minimum amount is deposited through pay in slip. لما انا بدي اودع باودع من خلال نموذج ايداع، نموذج ايداع بامسك النموذج بعبي هذا النموذج من خلاله بايش؟ باودع المبلغ في هذا الحساب بعد ما انا فتحت هذا الحساب في الخطوه السابقه. بعد هيك بحصل على باسبوك، بمعنى بطاقه، بحصل على بطاقه انه فتح تم فتح حساب لفلان الفلاني ورقم كذا الفرع الفلاني، فبالتالي هذه بتبقى على باس بوك. After depositing minimum balance, person gets his account number and his passbook. بيحصل على البطاقة اللي بتوضح بيانات الحساب اللي أنا فتحته. If a person requests for a checkbook, he gets it provided. طبعا انت ممكن ايضا انك انت تحصل على ضفطة شيكات اذا كان انت وضحت هذا الكلام في طلبك انك انت بدك كمان يكون معك ضفطة شيكات. For a request of ATM cards, we have to fill additional form. يعني النموذج احنا عبيناه عشان فتح الحساب واودعنا مبلغ في الحساب وممكن يكون في مرفق معاه شيكات، بالذات اذا في الطلب نفسه وضحت ان انا بدي شيكات. لكن الاي تي ام كارد هذا طلب مختلف عن الطلب فتح الحساب، لازم اعبي طلب تاني اطلب فيه واطلب من خلاله بطاقة الاي تي ام. في اديشنال فورم راح انا اعبيه with the main form، بيكون موفق مع المين فورم. ممكن انا اعبيه في نفس الوقت اللي عبيت فيه المين فورم النموذج الرئيسي اللي هنا، ممكن انا اعبي كمان معاه نموذج تاني موفق للاي تي ام كارد، هي بطاقة الصحافة الآلي. This ATM card is delivered to us within a month. عادة حتى تصدر البطاقة بنستنى تقريبا شهر، بعد هيك ممكن تصدر بطاقة الصحافة الآلي إلنا. By this way we can get our account opened with any particular bank. يعني هذه جماعة الإجراءات العامة في البنوك بشكل عام. Different banks have different rules and procedures, but the above steps are the basic rules which are generally followed by banks. يعني احنا حكينا خطوات سابقة كلها خطوات عامة تتبعها البنوك بشكل عام، ولكن هذا لا يمنع وجود خصوصية عند بعض البنوك ووجود بعض الاختلاف في الإجراءات. لكن بشكل عام هذا هو النموذج العام وهذا هو الشكل العام لفتح الحساب للادخار في البنوك عامة. Forms is the format of bank account form اللي اتطرقنا له من شوية. هذا النموذج الأساسي اللي أنا بعبيه عشان أفتح ميل الحساب، في الآخر بوقع عندي هنا للبنك. طبعا رايحين نعرف الفرع كمان، في اي فرع ايش طبيعة الحساب نوعه. احنا طبعا نتحدث الان عن السيفينج اكاونت، هل بده يكون الحساب للبابليك والله انت ستاف ممبر، هذه المعلومات ايضا بنوضحها بشكل عام بالاضافة للنقاط اللي وضحناها سابقا. طيب ايش البروسيجر فور ديبوزيتينج ماني ان سيفينج بانك اكاونت؟ احنا حكينا انه في الخطوة اللي هنا لما افتح الحساب بدي احط انا مينيمم بالانس. طيب عشان انا اعمل ايداعات في هذا الحساب ايش بدي انا البروسيجر اللي انا بتابعه؟ One has to fill a slip obtainable at bank known as pay in slip. عشان انا اودع بعبي البي ان سليب، بعبي نموذج للايداع. Information required generally include لمين؟ للبي ان سليب. لايش؟ عشان انا اودع مبلغ من المال. ايش المعلومات اللي ممكن تكون مطلوبة؟ طبعا بده يكون اسمك، رقم الحساب، قديش المبلغ اللي انت بدك تودعه، بنكتب طبعا بالكلمات وبالحروف مع بعض، التوقيع، التاريخ، معلومات الاتصال زي التلفون او الموبايل ايش موبايل نمبر. هذه معلومات اساسية لازم انا اعبيها في البي ان سليب
حتى أنا أودع مبلغ في الـ Saving Bank Account. This filled slip is to be deposited to the bank's cash counter along with the sum of money. بعد هيك هذا النموذج أنا عبيته برفق مع الكاش اللي أنا وضحته وبسلم الكاش وبسلم النموذج لميل الموظف حتى الموظف يقوم بمراجعتهم. Customer in returns gets a signed and sealed slip as a proof of deposited money. لما الموظف يتأكد أن الإجراءات كلها تمام المبلغ صحيح على حسب ما أنت موضح في البي إن سليب وقتها رايح يمضي لك إياه رايح أرجع لك إياه كدليل وإثبات أنه أنت أودعت هذا المبلغ من المال في مين؟ في البنك. هاي نموذج للبي إن سليب للإيداع. طبعا ممكن أنا أودع شيكات وضح إيش رقم الشيك والمبلغ الشيك. ممكن الإيداع يكون شكل كاش قديش المبلغ الكاش. ممكن يكون أكثر من كاش وأكثر من شيك وفي النهاية أنا في عندي مجموع. طبعا مبالغ تكتب بالأرقام وبالحروف تكتب أيضا بالحروف تكتب أيضا بالحروف. لقد تم إيداع مبلغ $1000 فقط لا غير تكتب كتابة أيضا وبنحط إن التوتال هذا كان عندي إيش مثلا 1000 وبتوضح ايش هاد الالف شيكل او الالف دولار توضح طبعا في البي ان سليب اضافة للديت البرانش والاسم ورقم الحساب والتوقيع. هذه هي المعلومات والبيانات الاساسية اللي بتكون موجودة في البي ان سليب حتى من خلاله اقدر اودع مبالغ من المال في حسابي في السيفنج اكاونت كدليل اثبات ان انا اودعت هذه المبالغ من المال. If a person wants to deposit a sheik زي ما حكينا ممكن الإيداع يكون شيكات مش كاش فقط ممكن يكون ميكس أو شيكات لحال. If a person wants to deposit a sheik he can do so by filling the PN slip and get it signed by the concerning officer and it has to be dropped in the check box for further posting. طبعا انت بتعبي الشيكات وبتعبي ارقامها ومبالغها بعد كده تديها لمين؟ للموظف. الموظف الاوفيسر هذا بيروح بيراجعها وتحطها في بوكس خاص بالشيكات حتى تدخل في عملية معالجة مفصلة بعد ذلك. Procedure for withdrawing money from saving bank account. يعني من شوية احنا حكينا كيف احنا بنودع مبالغ من المال في saving bank account. طب الآن العكس لو أنا بدي أسحب من saving bank account. Money can be withdrawn from any of the following method. Customer can choose any method of withdrawal depending upon his convenience. أنت ممكن تختار أحد الطرق الآتية من أجل عملية سحب الأموال من السيفينج بانك أكاونت. أنت بتختار بناء على إيش؟ بناء على الأريح إلك. إيش الأريح إلك؟ بتختار الوسيلة الأريح إلك. مين هم الوسائل لعملية السحب من السيفينج بانك أكاونت من حساب الادخار؟ ممكن أسحب من خلال الويذدرول فورم أو أسحب من خلال الـ ATM وهذا الكلام حكيناه هان أنا بعبي طلب خاص additional للـ ATM card وممكن أسحب من خلال مين أيضا من خلال الشيكات وهذا الكلام حكيناه إنه في لما وضحنا إيش الفائدة من الـ deposits أنا ممكن أن أتعامل مع الشيكات بعد هيك أنا يصير معاملاتي مع الآخرين من خلال إيش من خلال الشيكات. فبالتالي الكلام كله بيوضح بعضه البعض. طب اي طريقة اختار؟ الطريقة الاريح بالنسبة لي. تعالوا نشوف الطريقة الاولى وهي الويذدرول فورم. عبي نموذج سحب. هذا مش نموذج ايداع. هذا راح يكون نموذج سحب. عكس مين؟ عكس النموذج هذا. هذا للايداع. لكن هذا رايح يكون نموذج لمين؟ نموذج للسحب من الحساب. لو اطلعنا على النموذج بشكل عام طبعا في اسم العميل
رقم المستند، التاريخ، الحساب، من هو الساحب. عادة الساحب هو بيكون هو نفسه العميل. ملاحظات من أي فرع، المبلغ بالأرقام والمبلغ بالإيش بالحروف، والتاريخ العملية بالضبط، وعادة هي بتبقى نفس التاريخ الموضح. فهذا هو نموذج السحب بشكل عام. تعال نفصل شوية أكثر. Any person who wants to withdraw money has to fill a withdrawal form which can easily be obtained from bank's counter. أنا ممكن أروح على البنك كاونتر وأطلب نموذج السحب، من خلال نموذج السحب هذا أنا بقدر أقوم بعملية السحب على مين؟ على الحساب. After filling required form، بعبي هذا النموذج. بعد ما أعبي هذا النموذج، one has to deposit it at cashier's counter، بسلمه للكاشير. بعد ما عبيته بسلمه للكاشير. After checking it، بعد ما متأكد من معلوماتك وبياناتك وأمورك كلها صحيحة وسليمة، هذا الكاشير إيش بيعمل؟ كاشير gives the required amount to the withdrawing person، بيعطيك المبلغ اللي أنت طلبته أثناء ما عبيت هذا النموذج واللي أنت وضحته في هذا النموذج. A person can withdraw money up to the prescribed limit، طبعا أنت بتقدر تسحب لحد معين متفق عليه، لأنه إحنا حكينا إنه في مينيمم بالانس، يعني في مينيمم أماونت لازم يكون في عندي موجودة في داخل مين، في داخل الحساب. فأنت مسموح لك تحسب تسحب لحد معين بحيث إنك أنت ما تتجاوز هذا المينيمم بالانس. In case when person withdraws from minimum balance، لو دخلنا على المينيمم بالانس، he is charged for this and a certain amount of money is withdrawn from his account in the name of the bank whenever the balance is available in the account. يعني لو انت وصلت للحد الادنى ممكن يسمح لك انك انت تسحب من حتى من الحد الادنى، على اساس انه بعد هيك بيصير مبلغ عليك بالسالب، ولما انت تودع اي مبلغ بعد هيك رايح يتم خصمه من الحساب مباشرة في أول عملية إيداع، لأنك أنت سحبت حتى من الحد الأدنى. يعني ممكن البنك يسمح لك أنك تسحب حتى من الحد الأدنى، ولكن بيصير مبلغ عليك بالماينس أول ما يتم إيداع لأي مبلغ، رايح يخصم هذا المبلغ عليك بأطار هاجم. وهذا هو النموذج اللي احنا وضحناه من شوية. ايضا الوسيله الثانيه، يعني حكينا withdraw form، طب ايش الوسيله الثانيه؟ الوسيله الثانيه اسحب من خلال الاي تي ام ماشين، اوتوميتد تيلر ماشين من خلال الاي تي ام. وحكينا انه احنا لازم يكون عبينا نموذج ثاني خاص مرفق مع النموذج الاساسي عند فتح الحساب، اطلب من خلاله انه اصدروا لي بطاقه صراف آلي. ايش هي بطاقة الصرف الآلي؟ أكيد كلنا بنعرف بطاقة الصرف الآلي، هذا مثال إلها من بنك فلسطين، وهي الصرف الآلي لبنك فلسطين كمثال، وكلنا بنعرف ايش هي بطاقة الصرف الآلي. It is a magnetic card having secret PIN. في النهاية هي عبارة عن بطاقة ممغنطة، البطاقة الممغنطة في عليها رقم حساب سري، PIN اختصار Personal Identification Number. طيب هذا رقم السري which is kept to be confidential by the user to prevent it from misuse. طبعا هذا الرقم السري ممنوع اي حد غيرك يعرف، لان اي حد معه البطاقة وبيعرف الرقم السري راح لماكينة الصراف الالي وحط البطاقة وحط الرقم السري هذا، معناته هو راح يسحب المبلغ على الاكيد، فبالتالي ممنوع حد يعرف الرقم السري غيرك انت صاحب البطاقة. One can easily get money withdrawal by simply inserting ATM cards into ATM with confidential PIN code. These cards are also known as ATM cum debit card. زي ما حكينا من شوية الرقم السري لازم ما حدش يعرفه غيرك، لانه البطاقه مع رقم السري بتحطها بالصحاف حيعطيك المبلغ اللي انت بدك اياه. هذه البطاقه تعرف ايضا باسم اي تي ام كوم ديبت كارد، نفس المعنى نفس المعنى.
اوكي، هاو تو افيل اي تي ام فاسيليتي، كيف انا ممكن استفيد، ممكن استخدم هذه الفاسيليتي اللي هي الاي تي ام. This facility is for everyone who has savings, current or cash credit account. الاي تي ام متاحة يا جماعة مش فقط للسيفنج اكاونت، متاحة ايضا للكرنت اكاونت، متاحة ايضا للكاش كريدت اكاونت لحساب الائتمان النقدي. To get ATM facility on your account you have to fill up form provided by bank. لازم تعبي نموذج منفصل لما انت تفتح الحساب حتى يصدر لك بطاقة الاي تي ام بعد شهر تقريبا من تعباية هذا النموذج. ATM card holder has to maintain minimum balance of a dollar. يعني لازم يكون في عندك حد ادنى موجود في بطاقة الاي تي ام كارد حتى يظل الحساب ساري المفعول، ولو انه هذا المينيموم اكاونت البنوك بطلت تدق عليه كثير. No any additional charges for this facility. يعني استخدامك للاي تي ام كارد ما فيش عليه رسوم اضافية، والا الناس هتبطل ايش تستخدمه، حيقول لك ان انا بروح لا بروح بسحب من جوا البنك ولا يقعد يخصم علي من اسحب من الصراحه، فبالتالي ما في اي عمولات اضافيه على استخدامك للاي تي ام كارد. اوكي، هاو اي تي ام وركس، كيف هذا الاي تي ام كارد بيشتغل؟ سويب كارد، انتر بين، ريكويست اماونت، اكونت تشيك، saying yes bill count. هذه الآلية اللي بيشتغل عليها الـ ATM CAD. شو يعني؟ Swip CAD the CAD reader in the machine reads and stores the bank account information recorded on the magnetic strip of the CAD. أنا أول ما أحط البطاقة في الـ ATM ماشين مباشرة بتيجي في عندي ريدر، الكارد ريدر بيتم قراءة مين؟ بيتم قراءة الماجنتيك ستريب، بيبقى على البطاقة، بيبقى على البطاقة على الناحية الثانية هيك منطقة ممغنطة عادة بيبقى لونها باللون الأسود. أول ما أحطها في الصحاف على طول الماكينة بتقرأ هذا الماجنتيك ستريب، من خلاله بتعرف وبتخزن ايش بياناتك انت الموجودة والمسجلة في هذا الماجنتيك ستريب. طيب الان هذه المعلومات قرأتها وعرفتها عنك، بروح على انتر بين، دخل لي ايش الرقم السري اللي محدش لازم يعرفه غيرك. The machine converts the PIN اللي حكينا عنها من شوية هنا تمام into an encryption and sends it to the host processor compares the PIN with the recorded information for verification. بتاخد الرقم السري وبتشفر هذا الرقم السري، وبعد ما تشفره بتبعته للمعالج المركزي الاساسي، لانه تتم عمليه المعالجه بشكل مركزي، بتبعته للكمبيوتر المركزي الاساسي المعالج الاساسي، وبيقارن بياناتك، بيقارنها مع مين كمان؟ مع البي اي ان، وبتاكد انه هذه معلوماتك كلها صحيحه للتاكيد. هل هذه صحيحه ولا مش صحيحه؟ Request amount. ATM sends the request to the host processor which forward it to the networks. Visa, MasterCards for approval. في النهاية أنت بتطلب معلوماتك الآن صحيحة، ما دام معلوماتك صحيحة بتروح أنت بتطلب المبلغ اللي بدك إياه، بيبعث هو المبلغ اللي بدك إياه للمعالجة المركزية أيضا، للكمبيوتر المركزي اللي بيعالج كل هذه البيانات بشكل سنترلايز من خلال شبكة الحاسوب اللي بتربط ما بين مين؟ ما بين كل هذه الأجهزة مع بعضها البعض، وبتأكد إنه الفيزا كاد اللي أنت حطيته أو الماستر كاد اللي أنت حطيته إنه بياناتك كلها أيضا أوكي،
وانه البيانات كلها تمام وما في اي مشكلة في هذا الطلب اللي انت بعته. Account check. The network asks the bank to authorize withdrawal, which is done after checking the customer's account. بتروح الشبكة بتعطي البنك الإذن بأن يقوم بعملية السحب اللي هو بعت بياناتها وبعت مبلغها من شوية وتقوم بهذه العملية على هذا الحساب لهذا المواطن. Saying yes, no, okay, yes, an electronic fund transfer takes place from the bank to the host POSO account. The host sends an approval code to the bank. الأمور كلها تمام، ما فيش أي أخطاء، ما فيش أي مشاكل، إجت الموافقة إنه أنت في عندك الصلاحية إنك تسحب من غير أي عقبات، معناته إنه في عملية يس بتنبعت. شو يعني عملية يس بتنبعت؟ إنه في إلكترونيك فند ترانسفير، عملية تحويل للمبلغ بشكل إلكتروني بتتم من خلال البنك المركزي، بيعطي الإذن بأنه يتم هذه العملية السحب بعد الموافقة النهائية عليها، وبيبعت أبروفال كود للبنك للفرع اللي طالب عملية السحب، بيبعت له أبروفال كود أنه كل الأمور تمام، أتمم العملية وحول الأموال، حول المبلغ. الآن بيتم عملية الفند ترانسفير، بتحول المبلغ من حسابك الى الماكينة الصراف، وبيتم خصم المبلغ وقديش المبلغ انت سحبته وقديش المبلغ المتبقي. هذا عملية الفند ترانسفير بيتم الان. بيل كاونت، ان الكترونيك اي كاونتس اوت بيلز. في عنا عين هي اللي بتقرأ المبالغ، هي اللي بتقرأ المبلغ اللي انت طلبته، وبتبدا تعد المبلغ اللي بدها تطلع لك اياه الماكينه. فروم كاش، من الكاش، من البوكس اللي فيه الكاش، بتبدا تقرا هذه العين قد المبلغ اللي انت طلبته. 500 دولار مثلا طلبت، العين تطلع هاي 100، هاي 200، هاي 3، هاي 4، هاي 5، بتعد لك اياه من مين؟ من البوكس اللي فيه الكاش اللي موجود جوا الاي تي ام ماشين. Located either at the bottom or behind the computer screen. سواء كانت في أسفل الماكينة أو مباشرة خلف الشاشة اللي أنت بتتعامل معها، بغض النظر إنه هذا الكاش بوكس وين موجود، في النهاية بتعد منه المبلغ المطلوب. And pushes it، عدة ال 500 دولار تدفع لك إياهن، بتزق لك إياهن out of the cash slot، من خلال السلوت الفتحه اللي بتفتحها عشان تطلع من خلالها الكاش، مبلغ الكاش لك. وبهيك بتكون العمليه تمت. اوكي، طب هل في استخدامات ثانيه للاي تي ام كارد؟ في استخدامات ثانيه للاي تي ام كارد، في فوائد ثانيه للاي تي ام كارد، من اهمها 24 hour service، يعني ميزتها شغال 24 ساعة، الليل النهار في أي وقت بتروح بتقدر تسحب. كاش withdrawals، بقدر أسحب من خلالها الكاش. changing الـ ATM PIN، يعني أنا ممكن أغير من خلالها أيضا الرقم السري، يعني أخذت رقم السري من البنك، زيادة احتياط وزيادة أمان. المفروض إنه أنا أروح على الـ ATM machine أحط البطاقة وأحط النمبر اللي أعطاني إياه البنك، واطلب يغير لي الباسورد واحط باسورد جديده انا احط له اياه. فهذه الخدمه ايضا موجوده في الاي تي ام كارد. تو نو اباوت افيلابل بالانس، بدي انا اعرف من خلالها وضع حسابي ايش المبلغ اللي فيه، فبالتالي من خلال الاي تي ام ماشين كارد مش مضطر انا اروح اصل البنك. بيينج روتين بيلز فيز، يعني ممكن من خلالها ايضا من خلال الاي تي ام كارد ادفع يا جماعه الفواتير الروتينيه اللي دائما بتجيني، سواء كانت تلفون، كانت كهرباء، ميه، بعض الخدمات الى اخره. ميني بانك ستيتمنت لاست 10 ترانزاكشن، ممكن اعمل كشف حساب
بتظهر لي آخر 10 عمليات حدثت على حسابي، فبالتالي هذا يعتبر كشف حساب مصغر فقط بيشمل آخر 10 عمليات صارت على مين على هذا الحساب. وين كان ديبوزيت شي ممكن أنا من خلاله على فكرة أودع، يعني مش فقط هو للسحب الكاش، أيضا من خلاله ممكن أن أنا أودع شيك أو حتى أودع كاش كمان في بعض الماشينز المتقدمة وموجودة الآن وشغالة أصلا في غزة. أوكي، protecting your card، كيف أنا أحافظ على بطاقة الصراف الآلي اللي بنحكي عنها؟ keep your card in safe place to avoid damage، يعني حطها في مكان آمن بحيث إنه هي ما تتكسرش، يعني ما تحطهاش في مكان ممكن حد يبعد عليها، ممكن حد يكسرها، ممكن تنحط في الشمس تصير فيها مشاكل إلى آخره. memorize your personal identification number، بدك تتذكر PIN، يعني ما تحاول انك تكتب هذا الـ PIN في اي مكان، سواء كانت تحتفظ في رقم في محفظتك او انك انت تروح تكتبها في نفس المغلف اللي فيه بطاقة الـ ATM، يعني لو ضاعت حيضيع كمان معها الباسورد، واللي حيلاقيها حيلاقي كمان الباسورد، وبالتالي حيسحب من غير اي مشاكل. فبالتالي ما تكتب الـ PIN، بدك تحفظها in your mind. Never tell your PIN to any other person، ما تحكيها لأي حد آخر ولا حتى في العيلة ولا في المكتب ولا أي أحد. When selecting the PIN avoid numbers and letters that relate to your personal information، ما تحاول انك انت تستخدم أرقام أو حروف لها علاقة بمعلوماتك الشخصية، يعني لها علاقة مثلا باسمك، لها علاقة بتاريخ ميلادك، لها علاقة بتلفونك، لها علاقة برقم سيارتك إلى آخره. ما تحاول تستخدم أشياء معروفة عنك، لأنه ممكن اللي بيلاقيها إذا كان بيعرفك أنت مين يعمل جيسينج من خلال هذه الأشياء، وفي النهاية يصل للـ PIN، لأنه إذا وصل للـ PIN والكاد معه حيقدر يسحب من غير أي مشاكل. If you have such نمبر، كنت طبعا اذا كان انت عملت مثل خطا تواصل مع البنك وخلي البنك يغير لك هذا البي اي ان، او انت غيره بنفسك زي ما حكينا في الخطوات السابقه انك انت ممكن تغير ايش هذا البي اي ان ايضا بنفسك. ايضا immediately report a lost or stolen card to your financial institution، اذا كان انسان اذا كان ضاع على طول بلغ البنك اللي أصدر لك هذه البطاقة حتى يوقفوا لك الحساب قبل ما حد ما يصل له يسحب المبالغ الموجودة في البطاقة. To help guard against fraud keep your ATM receipts until you check them against your monthly statement، يعني كنوع من الاحتياط وزيادة التأكيد وحتى ما تتعهد ل محاولة احتيال أو اختراق. كل الإيصالات اللي أنت بتصلك من الـ ATM لما تسحب، كل إيصالات السحوبات احتفظ فيها، احتفظ فيها لنهاية الشهر. في نهاية الشهر قارنها بإيش بحسابك، قارنها بكشف حساب اللي صار معك خلال الشهر حتى تتأكد أنه ما صار في أي عملية احتيال أو أي عملية نصب من خلال مين، من خلال الـ ATM ماشين. قارن العمليات اللي انت اجريتها خلال الشهر من خلال الـ ATM مع الكشف الحساب الشهري حتى تتأكد انه العمليات متطابقة وما فيها اي مشاكل. من باب السيفتي في اثناء عملية السحب، يعني انت رايح تسحب من الصحاف، في اثناء وقت السحب خد بالك من الامور التالية. Observe your surroundings before using the ATM. If the machine is obstructed from view or poorly lit visit another ATM، يعني الإضاءة خافتة أو إذا في أي معيقات في المكان وقتها ما تكمل العملية. Take a friend with you especially at night، في الليل تجنب أنك أنت تروح في الليل بالذات الأماكن بتبقى فيها منقطعة، لو كان معك صديق لك بيكون أفضل. Have your card out and ready to use، يعني خليك انت جاهز، خلي بطاقتك معك بحيث اول ما تصل للصحاف
تبدأ بعملية السحب. Show the screen and keyboard. يعني حاول وانت بتحط البي اي ان نمبر في الاي تي ام ماشين، غطي الشاشه، غطي الكيبورد، حتى الناس اللي بتستنى قاعده على الدور ما تشوف البي اي ان للبطاقه اللي لك، وبالتالي ما تشوف ايش العمليات اللي انت قاعد بتجريها. Put your cash card and received away immediately. Count your money later and always keep your receipt. يعني خذ الكاش والبطاقة والإيصالات اللي معك ومباشرة حطهم في جيبتك وخليك ماشي على طول. بعد هيك أنت بتقدر تعد براحتك وتتأكد من عمليات هذه براحتك. If you see anyone or anything suspicious، اشتبهت أنت بأي إشي، على طول اعمل كانسل لمين؟ للعملية، وكانسل للترانزاكشن مباشرة. وده شعرت انه في اي حد بيتتبعك، وقت اروح الاماكن تبقى مزدحمة، اماكن فيها ناس اضاءتها منيحة، واتصل على البوليس. When using an enclosed ATM that requires your card to open the door, avoid letting strangers follow you inside. بعض الـ ATM تبقى عبارة عن غرفة، فبالتالي إذا كانت الـ ATM موجود في داخل الغرفة، حاول إنك أنت ما يكون حد تاني غريب معك في داخل الغرفة كنوع من الاحتياط مش أكتر. Check your financial institution to determine what the daily limit of funds that can be withdrawn from your account is. يعني اعرف قديش الحد الأقصى اللي ممكن إنك أنت تسحبه من بطاقة الصحافة بشكل يومي، حتى ما تطلب مبالغ أكثر من المسموح بسحبها في اليوم الواحد. Use swap ATM machine. يعني في نوع من ATM machine ما بسحبش البطاقة كلها جوا المشين، بتضلها البطاقة موجودة برها، وفقط فقط الشريحة اللي بده يقرأها هو بس اللي بتدخل جوا المشين، بينما البطاقة كلها بتضلها خارج المشين. حاول انك تتعامل مع هذه المشينز لانه حتى ما يسحب لك البطاقة، لانه في كثير من البطاقات الصحاف راحت هي سحبت البطاقة كلها وصار في مشاكل في اثناء عملية السحب حتى. فبالتالي حاول انك انت تستخدم السواب اي تي ام ماشين اذا كانت متوفرة عندك في منطقتك. Use your own bank machine. ما تحاول انك انت تستخدم، يعني بطاقة الصحاف ممكن واحد يستخدمها مع كل الصحافات. يعني لو كنت انت مثلا حسابك في بنك فلسطين، ممكن على نفس بطاقة بنك فلسطين تروح تسحب من الصحاف البنك الإسلامي الفلسطيني مثلا، ممكن. لكن انت ما تعمل هيك، حتى لو صارت معك مشكلة في أثناء السحب، هيك بدل ما تراجع بنك واحد وتحل أمورك مع بنك واحد، بدك أنت تراجع البنكين وتحل مشاكلك مع بنكين. فبالتالي حاول أنك أنت تستخدم بطاقة الصحاف مع البنك نفسه اللي أصدر لك بطاقة الصحاف، ما تستخدم البنوك الأخرى حتى ما تعقد عليك الأمور لو حدثت أي مشاكل معك في أثناء عمليات السحب. If your card jammed an ATM، علقت البطاقة، سحب البطاقة، معناته مباشرة أنا بدي إيش؟ أبلغ البنك اللي صارت معاه هذه المشكلة. في المرة القادمة إن شاء الله الحين نتطرق للوسيلة الثالثة والأخيرة وهي الشيكات، ونكمل إن شاء الله حديثنا في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.